أما عن الخبر الذي أفادنا به مراسل العربي قبل قليل عن الموقف في مستشفى كمال عدوان ومدى جهوزية الطواقم الطبية للتعامل مع هذا العدد من الجرحى وضحايا خلال الساعات الماضية، ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. أولا، تتحدث عن منع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية للجرحى في مستشفى كمال عدوان واستمرار احتجاز عدد كبير من الطواقم، ما الصورة في المستشفى الآن دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع الفئه الصحيه الان وعمليان في داخل مستشفى كمال عدوان كارثه للغايه، ولا ندري ما هو القادم على هذا المستشفى، لان خلال اسبوعين على ما يبدو انه قد بدات امنيه لارتكاب جرائم في هذه المستشفى، بدات ملامح هذه الجرائم منذ اللحظه الاولى لاقتحام هذه المستشفى باقتياد كل الذكور بما فيهم الطواقم الطبيه واحتجازهم حتى اللحظه الى في جهه غير معلومه على راس من الدكتور احمد الكحلوت تحت التعذيب وتحت البرد، اضافه الى انه يمنع المياه الصالحه للشرب وكذلك ايضا المياه للنظافه الشخصيه وكذلك الكهرباء والطعام عن المستشفى. نحن لدينا الان 55 مريض او وجريح في داخل الاقسام وكذلك 12 مريض في العنايه المركزه، اضافه الى 10 من الجرحى كانوا في داخل الطوارئ. رفض الاحتلال الاسرائيلي تعامل الطواقم الطبيه معهم لانقاذ حياتهم، وقد تم التواصل من اداره المستشفى مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر واخبرتهم بهذا الموقف، ولكن للاسف لا توجد استجابه من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لاخلاء الجرحى، وقد فقدنا اثنين منهم. أو الطبية إليهم